محمدي وياسين طبيب مختص في جراحة الأسنان. موضوع اليوم صارين الأسنان ولا كما يعرفوه بالدارجة هو البروكسيزم، يعني يحب يقول لي يرحي سنانه في الليل كي يرقد. صارين الأسنان ولا طحن الأسنان هو عملية كما قلنا تطابق الأسنان ولا طحن الأسنان أثناء النوم، يعني المريض كي يكون راقد في الليل يطرطق سنانه، يعني بهاد الناس كاع تعرف هذه الحالة بصح ما على بالهمش من أي حاجة يعني تجي ولا من أي حاجة يعني المرض وش الحالة اللي يسوفري منها. الأعراض تاع المرض هذا كاين بزاف، نخصوها احنا في 6 نقاط، ألا وهي الحالة الأولى الصوت، الإنسان كيكون راقد يطرطق سنانه، اللي يكون بايت معاه يسمع هذاك الصوت تاع كي يطرطق سنانه. الحالة الثانية المريض كي ينوض صباح ربي يقول لك باللي يعني الأسنان تاعو توجعوا، عنده تما عنده آلم في الأسنان تاعو، وعنده ثاني آلم في العضلات تاعو تاع الفك تاعو. من بين الأعراض الثانية كاين اضطرابات في النوم، المرض ما يقدرش يرقد في الليل لانه يطرطق سنانه، مام هو يديرونجا وراح تاثر سلبا على صحه نوم المريض. من بين الاسباب واهمها هي الضغط النفسي والتوتر والعصبيه في النهار، يعني المرض اللي عنده بروكسيزم تلقاه في لاجورني تاعو يكون متوتر، يكون مقلق، دونك هذاك التوتر وهذيك العصبيه تخرج له في اثناء النوم تاعو في الاسنان تاعو. الانسان في بعض الاحيان يتناول ادويه اللي ندخل على سبيل المثال ادويه لمضادات الاكتئاب، هذه تقدر دير لك البروكسيزم في الليل، يعني تقدر دير لك البروكسيزم في الليل. والسبب الخامس والاخير الا وهو التدخين. التدخين وشرب المواد الكحوليه هادو ثاني اثروا سلبا على التوتر العصبي تاع الانسان، فبالتالي يقدر يدير له بروكسيزم في الليل. العلاج الرئيسي والهام يكون عن طبيب الاسنان، يعني لازم المريض يتنقل عن طبيب الاسنان باش يخدم له لي غوتيير اون ريزين ولا لي غوتيير يرقد بهم، هاد لي غوتيير يلبسهم ويرقد بهم باش يخلي مسافه بين الفك العلوي والسفلي في الليل باش ما يطرطقهمش دان كوتي، وحاجه واحده اخرى باش ما يطحنش الاسنان تاعو، يعني باش ما تكونش عنده ليزور ما يكونش عنده ليزور. دونك هادو هما دونك هذه عن طبيب الاسنان. اما اذا كانت الحاله مستعصيه بيقول المريض دار بزاف هذا لو بروكسيزم وسنانو ترحوا بزاف، هنا راح يدير له طبيب الاسنان تصحيح الاسنان بالكومبوزيت ولا بال يعني باي طريقه راح يتاخذها هو كما يقولوا له شيما ثيرابيوتيك، راح يشوف طبيب الاسنان واش المرض واش يحتاج. الحاله الثالثه يقدر يداوي طبيب الاسنان هذا المرض عن طريق الادويه، من بينها حقن البوتوكس ولا يمد للمريض يمد له ادويه تاع اللي تنقص له التوتر والقلق في لا جورني. نصيحه اللي نقدموها للمشاهدين الاعزاء نقول لهم باللي هذا البروكسيزم الانسان ما يستهزاش به، ما يقولش باللي راني نطرطق سناني في الليل انا مانيش نسمعو انا ما رانيش الاخر الور ما خليه ما شغل الانسان ما لا لازم اي واحد زعما واحد يسمع المرا تاعو ولا وليد ولا يسمعو يدير هذا لو بروكسيزم لازم يتصل بطبيب الاسنان. علاش؟ لانه هاد كل يوم راهو دير في بالك بلي راك تحطم في الاسنان تاعك وانت ما تجيبش خبر، يعني حب يقول الميناء هذاك ولا لي ماي اللي يكون فوق الدرسه تاعك اللي هو الغشاء لو بلوز امبورطون وهو اللي دافع على الدرسه تاعك راح تحطمه نتايا، فبالتالي راح نقول لك باللي في 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 غضون بعد سنوات راح تفقد كاع الاسنان تاعك
وسورتو اذا كان سوجي صغير، يعني كان المريض يعني ماشي انسان كبير ولا يكون دونك الانسان ما يستهزاش بهذا المرض. هذه النصيحه اللي نقدر نقدمها اليوم.